السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مرحبا بكم. عندي لكم واحد الوصفة زوينة ومجربة لزيادة الوزن وضبط الهرمونات عند المرأة. جوج المكونات فقط. انا كتعرفوني سريعة، ما عنديش ما تطويل الفيديو. عندنا الباكور او التين والحليب. وصفة سهلة والحمد لله دابا راه موجود، خصكم تسارعوا قبل ما لانه عنده واحد فتره. تاخذي الباقور او التين وكديريه مع الحليب، كتضربيه في الخلاط تيعطيني هذا العصير. هو راه الذوق ديالو بحال الفريز، ويفضل انه يشرب بلا سكر، طبيعي وزوين لزياده الوزن لضبط الهرمونات. دابا المراه اللي عندها الحيض ما منتظماش واللي عنده حتى الحمل معطل، هذا الباكور هذا او التين عنده واحد الفوائد كثيره. اللي عنده القبض ولا عنده الالام في المصران يفطر به على الريق، واللي بغى يزيد الوزن يشربه مع الحليب. ها هو، ويفضل يشرب بدون سكر، واللي تيعجبو السكر معليش، انا غير من باب كنتمنى توصل لكم هذه الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.